السلام عليكم. بإذن الله في الفيديو دوت هنبدأ نتكلم على منهج خرسانة بتاع الترم الثاني في تانية مدني هندسة عين شمس. احنا بنتكلم دلوقتي عن احنا تاني ترم لينا ناخد خرسانة. احنا سنة تانية مدني هي أول سنة لينا ناخد خرسانة على الإطلاق، فهو الناس تفتكر ان هو الموضوع صعب، بس هو عامة يعني الموضوع مش بصعوبة ولا حاجة، هو الموضوع بسيط. بس هو الفكرة الخضة نفسها ان احنا اول مرة نعرف يعني ايه خرسانة، ويعني ايه تستحمل شد وضغط وتشريخ والكلام ده. وفي نفس الوقت احنا يعني اول مرة نصمم، يعني احنا ما صممناش حاجة قبل كده، فبناخد الموضوع اول سنة لينا. احنا الترم الاولاني كنا بدأنا نتكلم، يعني خدنا في الترم الاولاني بالترتيب كده، بدأنا ان احنا ازاي نرسم المعماري اللي هو الكروس سيكشن او الاليفيشن بتاع المعماري والاليفيشن بتاع الانشائي. الكلام دوت يعني الى حد ما هو بس عشان تعرف تقرا اللوحة، لما يجي لك لوحة من المعماري او كده تبقى عارف تقراها، تمام. جينا بعد كده نتكلم بقى عن حاجه اسمها اللود ديستريبيوشن. اللود ديستريبيوشن دوت اللي هو انت عندك بلاطات وعندك السقف بتاعك مثلا او مثلا مصنع وكده، وانت عايز تعرف البلاطات ديت شايله يعني متشاله على انهي كمرات، ومتشاله كل كمره شايله قد ايه من البلاطات دي. فابتدينا نشوف ان احنا نعمل لود ديستريبيوشن ونقسم اللي هو 1 واي او 2 واي، ونشوف ان هو الاحمال اللي هتشيلها كل كمره قد ايه، تمام. جينا بعد كده قلنا ايه، بدأنا نحمل على ان احنا يعني نبدأ نصمم بقى الكمرات اللي هي شايلة البلاطات ديت، بحيث ان احنا خلاص عرفنا البلاطة ديت شايلة حمل قد ايه، خلاص سوري الكمرة دي شايلة حمل قد ايه من البلاطة، فعرفنا ان احنا نبدأ نصمم بقى الكمرة ديت، سواء كان بقى كدبس كأبعاد اللي هو العرض والطول. كان عندنا طريقتين، الطريقة الأولانية اللي هي فيرست برنسبل، ودي طريقه كنا بندرسها عشان احنا لازم نبقى فاهمين الكونسبت او الاساسي، لان هو الفيرست برنسبل ديت اصلا اللي مبني عليها كل السوفت وير بتاع كل البرامج. البرامج انت مثلا برنامج زي سيف، البرنامج زي اي برنامج بيعمل ديزاين عامه يعني للكاميرات او اي حاجه انشائيه، انت بتدخل عليه معلومات مثلا الاحمال اللي عليه وهو يطلع لك مثلا ابعاد او كده، هو كله مبني على فيرست برنسبل. جينا قلنا ايه، طب خلاص احنا درسنا فيرست برنسبل بقرف وكل الكلام ده، خلاص نركنه على جنب بقى دلوقتي، ونبتدي نتكلم بقى على اللي احنا هنشتغل بيه فعليا اللي هو التشارتس. التشارتس دوت اللي هو الطريقه بتاعت السي 1 والجي. السي 1 والجي دوت طريقه اخترعوها خلوها عشان يعني الناس اللي هو في الكود وكده، لان دي طريقه اسهل، يعني انت مجرد بس تبقى عارف المومنت اللي عندك على الجزء دوت، وتعرف مثلا الابعاد بتاعتك، وخلاص انت تعرف التسليح اللي انت محتاجه، تمام. طيب جينا بقى بعد ما خلصنا حوار التصميم بتاع الكاميرات دوت، قلنا ايه، لا احنا ابتدينا بقى الكاميرا ديت متشال على الاعمده، فبدانا نصمم الاعمده. الاعمده ليها نوعين، النوع الاولاني اللي هو الشورت كولوم، والنوع التاني اللونج كولوم. طبعا يعني الموضوع هنخوض فيه كمان يعني لسه قدام شويه، بس الفرق بين الشورت واللونج كولوم يعني، بس عامه يعني الفكره في الشورت واللونج كولوم انك انت درسنا الترم الاولاني الشورت كولوم، ودرسنا الشورت كولوم لما يتحمل ضغط، فقلنا احنا لو الشورت كولوم مثلا ان هو عمود متشال يعني واقف كده بيشيل ضغط، فخلاص احنا بنحمله بالبي التيمت ليميت، البي التيمت ليميت والكلام دوت، ونبدا نصممه. بعد كده قلنا خلاص احنا درسنا الشورت كولوم دوت، وكنا قفلنا الكلام دوت على الترم الاولاني، وبدانا اللي هو التسليح بتاعه طبعا والستيربس والكلام ده، الكنات وكده، وعرفنا ان احنا هنعمل ايه. جينا بقى الترم الثاني، ابتدينا نتكلم ان احنا لا دوت العنصر دوت مش عليه ضغط، لا عليه شد. فبدانا الترم الثاني هنبدا بحاجه اللي هو التاي. التاي دوت اللي هو التنشن ممبرز. التاي دوت هو الى حد ما يعني بيبقى موجود اكتر في مثلا حاجه زي المصانع. المصنع انت مثلا عندك مصنع انت بتحتاج اكتر مساحه فيه، فلان انت عندك اجهزه وعندك مكن وماشينز وكده، فانت محتاج اكتر مساحه على الارض. فمثلا انت لو عايز تعمل مكتب او عايز تعمل مثلا اوضه تحكم او كده، انت طبعا مش هتعملها في وسط المكن والكلام ده، فبيجوا على السقف بتاع المصنع دوت، ويروح عامل لك ينزل لك كده اللي هو الطايز ديت اللي هي الشدادات، ويبني عليها طبعا، يحط بقى ما بينها كاميرات والكلام دوت، ويعمل المكتب بتاعه اللي هو عايزه. فدوت اللي هو الطاي اللي هو التنشن ممبرز، دي عناصر بتشيل شد بس، تمام. جينا قلنا خلاص احنا درسنا الطاي، ودرسنا الاعمده، ودرسنا الكاميرات، ودرسنا البلاطات وكل الكلام ده، خلاص بقى نبدا نتكلم عن الديزاين بتاع الكروس سكشن بتاع الفريمز. الفريمز مثلا انت عايز تعرف التسليح بتاعك عامل ازاي، انت مثلا محتاج الابعاد بتاعتك تزود دبس تقلل دبس، تزود تسليح تقلل تسليح، اللي هو الاوفر انفورسمنت والكلام دوت، لو عندك اوفر انفورسمنت فانت محتاج ان انت تظبط الموضوع شويه، ده اللي هو الديزاين بتاع الكروس سكشن. فاحنا عندنا في الديزاين في الكروس سكشن عندك حاجتين، عندك ان هو مثلا لو بيج
اكسنتريستي او سمول اكسنتريستي. عندك حاله منهم اللي هو بيجي يقول لك ان لو عندي سمول اكسنتريستي فبنبدا نستخدم الانتر اكشن دايجرام. الانتر اكشن دايجرام احنا عرفنا ان هو في الكود لكل مثلا المواصفات مثلا بتاعه السيخ او اللي بتعتمد على الاف فيلد والكلام ده، وحاجه تانية اسمها الابسلون اللي هي اس داش على الاس. كل الكلام دوت بيعتمد على هم مجهزين لك انتر اكشن دايجرامز للحاجات دي. طيب لو انت ما عندكش انتر اكشن دايجرام للحاجات اللي عندك، المواصفات اللي عندك، عندك مثلا اسياخ انت مخلي لك الاف فيلد بتاعتها حاجه مش موجوده في الكود، فخلاص يبقى احنا بنقدر ان احنا نستخدم نعمل انتر اكشن دايجرام خاص بينا اللي هو الانتر اكشن دايجرام دروينج. احنا بنتعلم الترم دوت ان احنا ازاي نرسم انتر اكشن دايجرام خاص بينا بحيث ان احنا نقدر بعد كده نستخدمه للقطاعات او الحاجات المواصفات اللي عندنا. تمام، قال لك خلاص احنا جهزنا بقى جو الانتر اكشن دايجرام وكل الكلام ده، نبدا بقى نتكلم على اللونج كولومز. خدنا هنبدا الترم دوت برضو نتكلم على حوار اللونج كولومز دوت اللي هو الباكلينج، اللي هو اللونج كولوم. هو الفكره في اللونج كولوم والشورت كولوم هو الفرق ما بينهم. الشورت كولوم دوت ما بيحصلوش باكلينج لان هو العمود طوله قصير جدا، فانت العمود يعني بتحط عليه احمال، اي حاجه انت بتحط عليها احمال بتبدا تتني، فانت العمود دوت حاجه الشورت كولوم ده حاجه قصيره جدا، فانت لو حطيت عليها احمال مش هتتني. لكن اللونج كولوم لما يبقى حاجه طويله جدا وتبدا تزق عليها تحاول تزقها كده هتبدا تتني، فهو دوت اللي بيتقال عليه الباكلينج اللي هو الانبعاج بالعربيه. تمام خلاص، قال لك ان انا هبدا اصمم اللونج كولوم دوت على اساس الباكلينج ونشوف اللي هو مثلا يحصل في اي اتجاه ونبدا نصممه يعني على اساس ايه ان احنا نقاوم الباكلينج دوت. تمام، قال لك خلاص انا عرفت موضوع الباكلينج ده. طب نيجي بعد كده قال لك حاجه اسمها مومنت اوف ريزيستنس ميثود. مومنت اوف ريزيستنس ميثود دي الطريقه لان انت بتحط الاسلاخ بتاع التسليح في الاليفيشن. بتيجي ان انت مثلا على حسب الرسمه بتاعه البندنج مومنت دايجرام بتيجي ترسم حاجه اسمها المومنت اوف ريزيستنس. بتقدر تقول لك ان انت الاسلاخ محتاج توقف الاسلاخ على مسافات قد ايه بحيث ان انت تبقى مقتصد، بحيث ان انت مثلا ما توقفش مثلا لو انت عندك 10 اسلاخ مثلا في القطاع مثلا او مثلا 20 سيخ، انت مش محتاج كل القطاع، انت القطاع مثلا في القطاع مثلا في حته عندها اللي هو الماكسيمم مومنت وانت دايما بتصمم عند الماكسيمم، فانت عند الماكسيمم دوت محتاج 20 سيخ، لكن انت عند اخر البيم ديت هيبقى عندك الجزء كده انت ما عندكش سياخ، انت مش محتاج الكميه السياخ دي، مش محتاج ال 20 سيخ. فقال لك احنا صممنا طريقه حاجه بطريقه اسمها المومنت اوف ريزيستنس بحيث ان احنا نشوف نعمل زي يعني برات كده ان احنا نعرف مثلا الجزء دوت من اول هنا لغايه هنا محتاج اللي هو ال20 سيخ كلهم، بعد كده من هنا لهنا مثلا انها محتاج مثلا بتاع 8 سيخ مثلا وبعد كده نقلل. فهو دوت الطريقه بتاعت مومنت اوف ريزيستنس ان هي طريقه لتفريد الاسياخ او ان هو وضع الاسياخ في الاليفيشن. تمام، بعد كده نبدا نشرح ان احنا ازاي نتكلم عن ازاي نرص التسليح في الاليفيشن بتاع الفريم. بعد كده بقى هنبدا نتكلم عن حاجه تانية، حاجه اسمها ان احنا نعمل ديزاين للستيرابس بتاعتنا. احنا خلاص عملنا التسليح بتاعنا، عملنا الشرينكج بارز، عملنا الاي اس والاي اس داش، وعملنا الباكلينج واللونجيتودينال بارز والكلام دوت. بدانا بقى عندنا حاجه كمان اخيره اللي هو الستيرابس اللي هو الكنات. الكنات انت لازم تصممها لان انت ما تعرفش مثلا انت في الجزء دوت محتاج 5 كنات بس ولا محتاج 10 كنات ولا محتاج 7 كنات. هو طبعا احنا عارفين ان هو الكنات اخرها ان هو 10 في المتر، يعني انت 10 كنات في المتر ان هو المسافه ما بين كنه وكنه ما ينفعش تزيد ما بين 100 ل 200. فانت لو هتزود لو 10 كنات فانت المسافه ما بين الكنه والكنه هي 100 مللي، سوري 100 مللي مش 100 متر، فانت اخرك في الكنات لو 10 في المتر. فانت بتبتدي بقى تصمم على اساس تعرف الحاجات الاحمال اللي عندك ديت هتحتاج كنات قد ايه. فالاحمال اللي عندك اللي بتصمم عليها الكنات اللي هو الشير والتورشن، الشير اللي هو الاحمال العموديه على القطاع، والتورشن اللي هو حمل الالتواء، كان الكاميرا زي ما بيقولوا الكاميرا بتتعصر، انت ماسك الكاميرا وبتعصرها، فانت عايز حاجه تمنع ان هي تحصل الموضوع دوت. فبترسم لها طبعا تورشن مومنت دايجرام وتبدا ان انت تشوف تصمم على اساس بقى الكلام دوت. تمام، طيب جينا قلنا اخر حاجه بقى احنا عندنا في المنهج السيرفيسابيلتي اللي هي التشغيليه. التشغيليه بتاعه القطاع او التشغيليه بتاعه المنشا عامه، انت بتبتدي تدرس تقول انا عندي المنشا دوت انا عايز اعرف الحاجات اللي هتحصل له، انا لما هبدا اصمم المنشا ده لما المنشا ده هيتصب وكله خلاص جاهز، اول ما هفك الشده الخشب
خشب. اول ما افك شده خشب ده اللحظه الحقيقيه للتحميل، ودي اخطر لحظه في عامه في الانشاء، او ان انت مثلا في المبنى لما انت تيجي تفك الشده الخشب، ولازم نفكها بطريقه يعني حذره. يعني في ناس تيجي لما تيجي تفك الشده خشب يروح مطير لك الخشب وشيل يابا وادي، لا الكلام ده غلط. انت لازم لما تيجي تفك الشده خشب تفك بالراحه، لان انت الاول ما بتفك الشده خشب بيحصل حاجه اسمها الديفلكشن دوت. يعني انت الكاميرا بتاعتك عامله كده اهو، اول ما هتفك الشده الخشب خلاص انت كده الكاميرا هي اللي شايله، فخلاص هيبدا بقى يحصل حاجه اسمها الديفلكشن اللي هو الميل دوت. فانت الديفلكشن دوت بيحصل لك اول ما بتفك الشده الخشب، وبرده مع الوقت بيحصل ديفلكشن لحاجه مع الوقت بسبب الكريب دوت اللي هو انت محمل على المبنى، محمل حاطط حاجه على في نص مثلا السبان بتاعك، حاطط حاجه وسايبها في مده طويله، فمثلا عدى 5 سنين بيحصل لك كريب اللي هو الزحف، ان هو الجزيئات بدات تخش ببعضها في ناحيه الكومبريشن، والبتاع بدا يحصل له ديفليكشن في ناحيه التنشن، فهو ده الكريب اللي هو تدخل جزيئات الخرسانه مع بعض. تمام. فهو بنبدا ندرس السيرفيسابيلتي اللي هو التشغيليه اللي هو الديفليكشن، ونبدا يعني ندرس كمان الجزئيه بتاعه الكراك ويدز اللي هو انت عندك الكاميرا طبيعيه بتشرخ، بس التشريخ بتاع الخرسانه ده حاجه طبيعيه، يعني مش حاجه احنا بنحاول نتجنبها. مثلا هو طبعا بنحاول نتجنبها ما تزيدش، لكن حاجه احنا ما نقدرش نمنعها. فهي التشريخ بتاع الخرسانه ده حاجه طبيعيه، لان احنا اول ما بتفك الشده خشب لازم الخرسانه تشرخ عشان الحديد يمسك الشد، فده حاجه طبيعيه. لكن احنا بنحاول ان احنا نمنع التشريخ دوت من ان هو يزيد العرض بتاعه اللي هو الكراك ويدز، على ان هو يزيد بقيمه كبيره، لان هو لو زاد بالقيمه ديت خلاص بقى انت المنشأ ده بتاعك خلاص هيبتدي ان هو يقع. فبنبدا نتكلم ان احنا الكراك ويدز دوت ليه مواصفات في الكود على حسب مثلا الكاتيجوري والكلام دوت. هنبقى نتكلم في الموضوع دوت في فيديو تاني السيرفيسابيلتي الواحد. فباذن الله يعني هنبدا نتكلم في المنهج ده كله في الفيديوهات الجايه وباذن الله، ونحاول نبسط الموضوع على قد ما نقدر. في الفيديو الجاي هبدا اتكلم على الجزئيه بتاعه الطاي، وهنبدا باذن الله بالترتيب كده نبدا نشرح درس درس، ولو حد عنده مشكله او عنده سؤال يبعت لي على طول، ان شاء الله هرد عليه باذن الله. السلام عليكم.